يا أهلاً بالفيلموية، النهاردة هلخص لكم فيلم كوميدي جميل اسمه 60 مليون دولار مان. لكن قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. فيلمنا بيبدأ بشخص غني اسمه سينج، غني جداً لدرجة ان بيجيله الفطار لحد السرير، ودايماً حواليه خدام كتير، سواء وهو بيفطر أو وهو بيستحمى أو حتى وهو بيلبس، ودايما طريقته غريبة في كل حاجة. يعني خد عندك مثلا، بيتمنبط باللبن مش بالمية، ما بيستحماش إلا في حمام السباحة بتاعه، ما بيسافرش إلا في طيارة الهليكوبتر الخاصة بيه، حاجة كده آخر دلع. بعد كده بنشوف شخصية تاد اللي بيشتغل مساعد شخصي لسينج. شغلته دي بتخليه يعمل لسينج كل اللي هو عاوزه مهما كان صعب أو غريب. مش بس سينج شاب مدلل ومتدلع جدا، لأ ده كمان غيتت وبيحب يرخم على كل اللي حواليه وبيقعد يعمل فيهم مقالب سخيفة. وده خلى كل زمايله الطلبة اللي في الجامعة لما شافوا طيارته الهليكوبتر قعدوا يجروا بسرعة، لأنهم عارفين إنه ممكن يأذي أي حد فيهم في ثانية، ما هو غشيم عشان بس مجرد إنه يضحك. للأسف محدش بيقدر يعاقبه أو يحاكمه، لأن نفوذ أبوه كبير جدا في البلد ومحدش قادر على الواد ده. بيحب سينج إنه يرخم على واحد زميله في الكلية دايما اسمه سيوفو، وبنشوف إزاي هو كسر الحمام اللي شبه الكشك ده عشان يفضح سيوفو قدام الناس، والراجل الغلبان يا عيني جوه في الحمام. ويا عيني سيوفو قام يجري في الكلية وهو عريان ومتوسخ من الحمام، والكلية كلها بتضحك عليه. في الوقت اللي قاعد فيه سينج الرخم بيتفرج عليه وميت من الضحك، وهو بيضحك بيشوف بنت جديدة معاهم في الكلية اسمها تشانج تشانج، بيتخض منها لأنها ما كانتش حلوة، والمفروض إن الباشا طالب من مدير الكلية إنه ما يقبلش في الكلية إلا البنات الحلوين بس. بس بيتفاجئ سينج لما بيعرف إنها بنت دكتور العلوم في الجامعة اللي اسمه أستاذ تشانج، وبتقول له تشانج إنها مش خايفة منه ولا من مقلبه، وإنه مجرد واحد مهزأ مش نافع في أي حاجة خالص في حياته. بعدها بنشوف سينج وهو داخل محاضرة دكتور تشانج. أول ما بيدخل الطلبة كلهم بيرجعوا لورا وبيوسعوا له، إلا بنت الدكتور بتفضل قاعدة مكانها وبصله باحتقار وقرف زي ما انتوا شايفين كده. بيفضل سينج يتصرف بغباء واحتقار للدكتور تشانج، بس الدكتور بيتجاهل أفعاله وبيكمل شرحه للطلبة. بيقول لهم الدكتور تشانج إن الإنسان يقدر يتحول لسايبر، اللي هو زي إنسان خارق القدرات كده بس جزء منه بيبقى آلي، وده عن طريق استخدام تكنولوجيا معينة. لما بدأ يشرح الجثة اللي قدامه عشان يثبت نظريته، الطلبة كلهم اتفزعوا وجريوا بره القاعة من الخوف والقرف. لما راح سينج الكافيتيريا كل الطلبة اللي كانوا فيها قاموا إلا زميلته تشانج برضو اللي فضلت قاعدة مكانها. فسينج بقى اتضايق جدا طبعا، وقعد يهددها إنه هيرفدها من الجامعة. في الوقت ده كان أبوها دكتور تشانج قاعد بياكل في الكافيتيريا برضو، فقال لسينج إن ده مستحيل، وإن هو لولا إن أبوه هو عميد الكلية كان زمانه مضروب بالجزم لأن كل الطلبة مش بتطيق. فرد عليه سينج وقال له إن أبوه مش مدير الكلية عشان يستفزه، بس يا عيني ملحقش، لأن أول ما الطلبة سمعت كده جوم جاري عليه ويدوله علقة محترمة. فكان سينج غضبان من الدكتور تشانج وعلى آخره منه، وقرر إنه ياخد المساعد بتاعه تات ويروح بيت الدكتور بالليل عشان يعلمه درس ويأدبه. ساعتها حط سينج فخ الدببة قدام السلم عشان الدكتور يتعور وهو نازل، بس في الوقت ده تات شاف إيد ماشية لوحدها في البيت، ولما قال لسينج افتكره بيستعبط وقال له يلا نخلص اللي جايين عشان ونمشي. بعد شوية شافوا عينين ماشية لوحدها في الصالة وفضلوا يجروا من الخوف، بس في طريقهم سينج شاف نص جسم إنسان بيتحرك قدامه. ساعتها حسوا إنهم دخلوا بيت أشباح وقرروا إنهم يهربوا من البيت، بس وهم بيجروا تات المساعد بتاع سينج وقع في فخ الدببة اللي كان عامله. بعد ما خرجوا كلموا البوليس وبيبلغوه إن دكتور تشانج بيعمل تجارب على جثث الناس وبيعمل حاجات غريبة في بيته، وفعلا بيجي البوليس وبيفضل يفتش في بيت الدكتور بس ما بيلاقوش حاجة خالص. ساعتها الضابط بيتهم سينج انه بيضيع وقت الشرطة، واعتذر الضابط لدكتور تشانج وخد سينج والمساعد بتاعه وخرجوا بره البيت. لكن بعد ما بيخرجوا بنشوف العين والايد بيقربوا من الدكتور وبيتحركوا قدامه، وبنتأكد ان دول جزء من تجارب السايبورج اللي كان قال عليها الدكتور تشانج في محاضرته. تاني يوم سينج كان مرعوب جدا من ان دكتور تشانج يبعت له الايد والعينين عشان يهجموا عليه، وده خلاه يلبس هدوم لعبة الكورة عشان تحميه من اي حاجة مفاجأة يعملها دكتور تشانج. في الوقت ده ابو سينج وامه وصلوا من الصين وكانوا عاملين له مفاجأة، بس اول ما حس بيهم سينج افتكرهم حد بعته الدكتور تشانج، وده خلاه يضرب ابوه على راسه. بعد كده بنسمع جرس الباب وبيفتح سينج وبيشوف بنت جميلة جدا اسمها بوني.
بتطلب من سينج إنه يخليها تستحمى في حمام السباحة بتاعه، وبنعرف إن بوني بتتابع سينج من بدري أصلاً ومعجبة بيه، فطبعاً سينج مش هيفوت الفرصة. وبالليل بيروحوا ديسكو سوا وبيفضلوا يشربوا ويرقصوا، وهم بيرقصوا بتشوف بوني جوزها، وبنتفاجئ إن بوني بتقول لسينج إنها متجوزة وإن جوزها ده اسمه فوميتو وهو عضو في عصابة مافيا كبيرة، فبيفضلوا يحاولوا يستخبوا منه عشان ما يشوفهمش، لحد ما بيجي واحد شغال في الديسكو وبيوقف المزيكا وبيقول يا جماعة سينج وبوني هم الكسبانين في مسابقة الرقص. وساعتها للأسف فوميتو بيشوف مراته مع سينج بعد ما كله بقى مركز معاهم، وبيأمر رجالته إنهم ياخدوهم لبيت بوني عشان يربيهم براحته لما يرجع. لما بيحبسوهم في أوضة لوحدهم سينج بيستعبط وبيعمل نفسه مغمى عليه من كتر الشرب. لما بتحاول بوني تساعده بيروح ضربها بالروسية وبيقدر إنه يهرب من البيت بعربيته ويرجع بيته، وبيحاول يستخبى من فوميتو وبيقول لمامته على اللي حصل. ساعتها مامته قالت له يا ابني فكك من اللي انت بتقوله ده وركز معايا في حاجة أهم عاوز أقولها لك. فبنتفاجئ كمان إن أم سينج عملت علاقة مع تاد المساعد الشخصي بتاع سينج، وبعدها اتجوزت رجل الأعمال الغني، فبيعرف سينج كده إنه ابن تاد ومش غني ولا أي حاجة. في الوقت ده كان جوز أمه بيسمع الكلام ده وقعد يشتم مراته ويقول عليها إنها عاهرة، بس في نفس الوقت قال لسينج إنه هيعمل معاه صفقة ويديله 2 مليون دولار بس يفضل مدعي إنه ابنه. وفعلا سينج الرخيص بيوافق جدا وبيطرد تاد أبوه من البيت عشان خاطر الفلوس. بس تاني يوم سينج بيفضل يحس بالذنب ناحية اللي عمله في أبوه، لأنه هو كان معاه طول الوقت وكان بيساعده في كل حاجة. بيشوف زميلته تشانج في الكنيسة وبيفضل يتكلم معاها وبيحكي لها على اللي هي عمله، وهي بتقوله إنه مطلعش وحش قوي زي ما هي متخيلة وإن جواه طلع إنسان شوية محترم. في نفس اليوم بالليل بتيجي رجالة فوميتو على بيت سينج عشان يموتوه، وقبل ما بيوصلوا له بيجي تات أبوه وبيفضل يدافع عنه، لكن رجالة فوميتو قدروا يمسكوهم هما الاتنين وربطوهم في حوض الحمام وسابوا معاهم قنبلة. ساعتها سينج قرر انه يقطع ايده عشان ينقذ ابوه تات ويخليه يهرب، وفعلا قطع ايده وقدر ابوه انه يهرب، بس سينج بيموت لما القنبلة بتنفجر. تاني يوم بيجري تات على البروفيسور تشانج وبيطلب منه انه ينقذ سينج ويعيد تكوينه من جديد، يعيده للحياة يعني. ووفقا للسيناريو بتاع الفيلم الدكتور بينقذ شفايف سينج وبيتكلم بيها وبيقول تشانج لتات انه يقدر يكون جسم صناعي زي جسم سينج بالظبط، بس العملية دي هتحتاج 60 مليون دولار. ساعتها تاد بيخلي شفايف سينج تكلم ابوه المليونير وبيطلب منه الفلوس، بس جوز امه بيطلب منه يتبرأ من ابوه الحقيقي اللي هو تاد. سينج الجدع اخيرا بيرفض وبيفضل انه يفضل ميت على انه يتبرأ من ابوه. بيفضل تاد يتحايل على دكتور تشانج انه يعمل العملية بال6000 دولار اللي معاه، فبيصعب تاد على تشانج جدا وبيوافق يعمل العملية وبيقوله ان النتيجة بتاعتها مش مضمونة. بيقعد الدكتور تشانج في المعمل أيام كتير قوي وبيجرب تجارب كتير كانت بتفشل، لحد ما قدر الدكتور في الآخر إنه يكون جسم سينج من جديد، بس الجسم بتاعه كان غريب شوية، بيتحرك حركات غريبة وكمان كان بيحتاج بطاريات كتير كل شوية عشان يشتغل. لما البطاريات بتخلص سينج بيموت في أي وقت. بعد كده بنشوف جنازة بتتعمل مخصوص لسينج عشان فوميتو ينساه ويقتنع بقى ان الراجل مات ويطلعه من دماغه، بس الجنازة دي ما بيحضرهاش غير زميلته تشانج اللي كان باين على وشها الزعل جدا عليه. بيفرح سينج لما بيشوفها ولما بيعرف ان في حد زعلان عليه في الدنيا دي. بتعدي سنتين بنشوف سينج وهو عايش مع ابوه الحقيقي تات ولسه برضه جسمه بيشتغل ببطاريات وبيحاول يدور على شغل. وفي يوم من الايام بنشوف واحد زميل سينج جاي يعرض عليه شغل كمدرس في مدرسه. طبعا سينج بيوافق في ثانيه لانه بيدور على شغل من بدري، بس هو ما كانش عارف انه هيقابل اسوأ طلبه في العالم، طلبه من النوع اللي سينج كان عليه زمان. وفي أول يوم شغل ليه بيفضل الطلبة يرموا عليه مية وبيساعده مدرس تاني زميله في المدرسة إنه ما يتغرقش. بعدها بيقول له زميله إن المدرسة دي ما فيهاش نظام وإن طلبتها بيجوا بس مخصوص المدرسة عشان يهزروا ويتريقوا على المدرسين، وإن نظر المدرسة سايبهم كده عشان هم عيال أهم ناس في البلد. وقال له كمان إن نص المدرسين اللي بيجوا المدرسة بيمشوا في نفس اليوم والباقي يا بيتجنن يا بيحاول يكبر دماغه ويمشي أيامه عشان يقبض. ساعتها سينج بيقرر انه يبقى اقوى واشد مدرس جه المدرسه دي، بس لما بيدخل للطلاب بالسكينه في الفصل بينزلوا عليه بشبكه وبيجيبوه وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيعلقوه على باب المدرسه. وهو متعلق كده بتشوفه بنت جميله بنكتشف بعد كده انها تشانج تشانج اللي كبرت وبقت جميله جدا،
وبتفضل تتكلم معاه لحد ما بيجي شاب بعربية جديدة وبياخدها وبيمشوا. بيروح سانج يا عيني وهو بائس جدا ومكتئب، بيجي له دكتور تشانج وبيقوله انه اخترع شريحة تقدر تحول سنج لأي حاجة هو عاوزها، وفعلا بنشوفه هو بيتحول لحلة رز والإزازة خمرة والحمار وحشي. وبيروح سنج للمطعم اللي موجودة فيه تشانج مع أهل حبيبها، وبيفضل يتحايل عليها انها تبقى معاه وبيقنعها انه تغير، وبيفضل يبهرها بقدراته الخارقة لحد ما بتوافق تخرج معاه في موعد غرامي. وبيشوف سنج رجالة فوميتو اللي بيكتشف انه لسه عايش، وبيفضل سنج يضربهم بقدرات الجديدة بقى، ما هو بقاش زي زمان خلاص. فبيحول فوميتو حد من رجالته لسايبورغ زي سنج، وبتحب تشانج سينج وبتوافق تتجوزه. وفي يوم فرحهم بيجي مارك اللي من رجالة فوميتو متنكر في شكل صاحب سينج، وبعد كده بيعرف سينج انه هو مارك فبيضربه، وبيدخلوا في مواجهة عنيفة مع بعض، وبيقدر مارك يموت سينج ويحرقه. كله بيبقى زعلان جدا، بس بنشوف سينج بيقوم مرة تانية بس في هيئة ست عجوزة، وبيقول البروفيسور ان دي خاصية الانتقام اللي في الشريحة اللي بتخليه اقوى من الاول عشان ينتقم من اللي موته. وفعلا بيحول سينج مارك لجزء صغير جوه المايكروويف، وبيشغل عليه المايكروويف لحد ما بيتحرق وبيموت جواه. وبيخلص الفيلم على سينج والدكتور وتشانج، وهم فرحانين انهم اخيرا قدروا يتخلصوا من فوميتو ورجالته. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.